لم تمنع الأمطار والوحول والطقس الرطب فريق قندهار من الفوز على نظيره من قندوز ونيل لقب بطل أفغانستان في لعبة البوسكاشيا التقليدية التي نظمت الأحد. وبعدما كانت البوسكاشي محظورة خلال فترة الحكم الأولى لطالبان، إذ كانت تعتبر منافية للأخلاق، أصبحت اللعبة مباحة حاليا حتى أن الحركة تروج لها. پدې هم د اساس باندې هر هغه لوبي چې هغه شری ممانعت ونه لري د افغانستان حکومت هغوی ته اجازه ورکوي او د هغوی حمایه کوي. د دې دپاره د افغانستان د حکومت لخوا څخه د اولمپیک مستقله اداره ده چې د بوسکشۍ د لیګ تر څنګ فوټبال او ځینې نورې غیژنیونه او ځینې نورې دودیزې لوبې دا ټولې حمایه کیږي. وتعني بوسکشۍ باللغه الفارسيه سحل الماعز، وهي رياضه قتاليه عنيفه تشكل رمزا للهويه الافغانيه وتمارس منذ عصور في آسيا الوسطى مع فوارق طفيفة بين بلد وآخر. وتقوم هذه الرياضة على الإمساك بجيفة ماعز أو عجل ثقيل والاحتفاظ بها داخل الملعب لرميها في دائرة التسجيل المسمى دائرة العدالة. وتستبدل الجيفة في المباريات الرسمية بكيس جلدي يزن 30 كيلوغراما مع 4 حبال مربوطة بكل زاوية منه. خصوصا خدمت بار سه بار رفتیم بسیار به سختی بود بدر ما بدر بردیم بدر بسیار مشکل هستی و این طرف موم طرف ما بسیار قوی بود بدر و این که بدر ما بردیم ما بسیار خوشحال هستیم. و یتنافس فریقان یتألفان من 6 فرسان ضمن شوطین من 30 دقیقه تتخللهما استراحه لربع ساعه ولكل فريق 12 حصانا في المجموع وعدد كبير من الفرسان الذين يسمح باستبدال اي منهم بقدر ما يريد الفريق.